What is the response of the international community? Is there an international community? Is there, has there remained human conscience in us? بعد مرور عام من العدوان السعودي المتواصل على اليمن، نظم تحالف مناهضة الحرب ندوة في العاصمة البريطانية لندن، تطرق خلالها إلى الدور البريطاني في هذه الحرب التي تسببت بأزمة إنسانية كارثية في اليمن. حقيقة هناك دور سلبي للحكومة البريطانية يصب في نفس مصلحة العدوان على اليمن وأدى إلى إطالة أمد هذا العدوان. الدولة البريطانية تزود السعودية بالسلاح، تضرب عرض الحائط بكل الدعوات من البرلمان الأوروبي والأحزاب المعارضة وتقارير الأمم المتحدة وتقارير كل المنظمات الحقوقية سواء هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية، والتي تؤكد أن هذه الأسلحة تستخدم في انتهاك واضح لحقوق الإنسان. هذه الحرب أدت إلى توسع ساحة عمل المنظمات الإرهابية والتي تشكل خطرا على العالم أجمع، لا بد من درئه عبر التصدي لداعميها وفي طليعتهم السعودية. ولذلك فهم يتعاطون مع هذه الظواهر بأساليب بسيطة وبدائية، يعني هناك إرهابيون فقط دعنا يعني نعتقلهم ونبحث عنهم، هذا لا يكفي إذا لم تتعاطى مع أسبابه ومع خصوصا مع الممولين والموهدين والداعمين والمروجين للفكر الذي يزود هذه المجموعات بالمتطرفين والمستعدين للعمليات الانتحارية. قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى حظر صادرات الأسلحة إلى السعودية وكذلك الدعوات الداخلية البريطانية قد تسفر عن تغير في السياسة البريطانية وبما يؤدي إلى وقف الحرب العدوانية على اليمن. The leader of the opposition is now calling for an embargo upon arms sales. This is supported by a number of the opposition parties inside Parliament. It's clear that the British government is under pressure on this question. And previously there's been no pressure upon the British government on its links to Saudi Arabia. So we are seeing a change. الدول الغربية المصدرة للأسلحة إلى السعودية والتي تدعي الترويج للقيم الديمقراطية تتحمل مسؤولية كبيرة في إطالة أمد هذه الحرب والكوارث الإنسانية التي نجمت عنها. المشاركون في هذه الندوة حملوا بريطانيا مسؤولية استمرار العدوان السعودي على اليمن، ورأوا أن الحكومة البريطانية قادرة على إيقاف هذا العدوان إن هي أرادت ذلك. سهل عرايبي للبحرين اليوم من العاصمة البريطانية لندن.